بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، مقيم في الرياض، يسأل ويقول: سافرت من البلد إلى بلد آخر للاقتراض، وفي يوم السفر ودعت أهلي وإخواني، ثم أتيت إلى الوالدة لكي أسلم عليها سلام الوداع، رفضت أن أسلم عليها، وذلك لسبب لم أعرف، مع العلم أنني لا أعصيها في أي أمر كان، ولست أميل إلى جهة ثانية مثل الزوجة وغير ذلك، وإنما زعلت من نفسها. وبعد ذلك سافرت وأنا لم أرغب السفر، ولكن الساعة محددة للرحلة، فهل بتصرفي هذا قد عصيت والدتي، وهل علي بذلك ذنب؟ مع العلم أنني قد حاولت بجميع الطرق حتى أرضيها، ولكن لم يحصل. أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مما لا شك فيه أن رضا الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما أمر واجب وحق على الولد لوالديه، ومن ذلك أن لا يسافر إلا برضاهما، حتى للجهاد في سبيل الله، لا يسافر للجهاد في سبيل الله إلا بعد إذنهما ورضاهما، لأن حقهما مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إرضاء والدك. وإذا كانت لم تسمح بسفرك لبلاد الاغتراب كما ذكرت، فإنك قد عصيت بمخالفتك لها وسفرك بدون رضاها، فعليك بإرضائها وطلب المسامحة منها والإحسان إليها في المستقبل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن المدة التي يباح للرجل شرعا أن يغيبها عن زوجته، جزاكم الله خيرا. المدة التي يباح للرجل أن يغيبها عن زوجته 4 أشهر، أخذا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. قد حددها بعض الخلفاء الراشدين، وهو عمر على ما أظن رضي الله عنه، ب6 أشهر، وذلك بإضافة شهرين: شهر للذهاب، شهر للرجوع، وذلك لبعد المسافة في ذاك الوقت، يعني شهر يأتي به إلى زوجته وشهر يسافر به إلى مقر عمله، إضافة إلى 4 أشهر يكون 6 أشهر. إلا إذا سمحت زوجته بذلك، يعني يغيب أكثر من هذه المدة، فلا بأس بذلك، لأن الحق لها. وكذلك لو منعه مانع من الحضور فإنه معذور ولو تغيب أكثر من هذه المدة، كما لو حبس أو سجن أو دعت الحالة إلى أن يبقى مدة أكثر لطلب المعيشة التي لا بد له منها، هذا عذر شرعي ولو زاد على هذه المدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ماذا علي أن أفعل في شهر رمضان إذا كان عملي يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وبسبب ذلك لا أستطيع صلاة التراويح، هل يلزم القضاء أم لا، جزاكم الله خيرا؟ صلاة التراويح سنة، والسنة لا تقضى إذا فاتت، ولكن إذا كان عندك وقت آخر من آخر الليل تصلي فيه وتتهجد فيه، فإن ذلك يعوض عن صلاة التراويح. بإمكانك أن تصلي من آخر الليل، إذا رجعت من عملك أن تصلي من آخر الليل، أو إذا فرغت من عملك في أول الليل أن تصلي ما تيسر، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمود شرف من السودان، يسأل عن القتل العمد وعن كفارته، وهل إذا أخذ القصاص في الدنيا هل يعتبر ذلك كفارة عن العذاب في الآخرة، جزاكم الله خيرا. القتل العمد محرم وفيه إثم عظيم، قال الله تعالى:
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقتل العمد العدوان، قتل المؤمن عمدا عدوانا، لا شك أنه جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة وعليه وعيد شديد، ولكن إذا اقتص منه في الدنيا فإنه يسقط عنه حق الأولياء، لأن القتل العمد يجب به ثلاثة أشياء: حق لله سبحانه وتعالى، وحق لأولياء المقتول، وحق للقتيل. حق الله تعالى يسقط بالتوبة أو بتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وحق الأولياء يسقط بالقصاص إذا استوفوه، ويبقى حق القتيل يؤاخذ به في الآخرة ويحاسب عليه في الآخرة. وأول ما يقضى كما في الحديث، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، يقتص لبعضهم من بعض. ولكن إذا تاب القاتل توبة صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويعوض القتيل بما شاء من فضله سبحانه وتعالى، فيغفر للقاتل على الصحيح من قولي العلماء بأن التوبة تسقط إثم القتل العمد العدوان، التوبة الصادقة، لأن التوبة الصادقة تجب ما قبلها من الكفر والشرك، قتل النفس بغير حق وغير ذلك. التوبة الصادقة لا يبقى معها ذنب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثها مستمع يقول: أبو المنذر بابشيد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل من الأفضل تأخير الصلاة عن وقتها حتى تكثر جماعة المسجد، أم من الأفضل إقامة الصلاة على وقتها؟ الوقت متسع، وقت الصلاة متسع، فإذا اجتمع الجماعة فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، أما إذا تأخر فإنها تؤخر حتى يجتمعون. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل، يفعل المشقة عنهم بالانتظار، وإذا رأىهم تأخروا أخر. ففي الوقت لا بأس بتأخيرها حتى يجتمع الجماعة ويكثر ويصلي بهم ما دام الوقت متسعا، مع أنه ينبغي ويتأكد في حق المأمومين أن يبادروا إلى الصلاة، إذا سمعوا النداء فإنهم يبادرون إلى المساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي المبادرة للحضور لصلاة الجماعة في أول وقتها، ولا يجوز أو لا ينبغي التأخر، لأن ذلك يفوت أول الوقت وهو أفضل، وربما يفوت الصلاة أو بعضها ويجر إلى الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إنما التكاسل والتأخر الحضور للصلاة من صفات المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة حمل جهاز النداء الآلي البيجر مع بعض المصلين في المساجد، وقد تسبب هذه إزعاجا للمصلين لما تشغل به المصلين وتذهب الخشوع. نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لإخواننا المصلين، جزاكم الله خيرا. إذا كان في هذه الآلات إزعاج للمصلين إنه لا ينبغي حملها، وإذا كانت مع الشخص ينبغي أن يقفلها لئلا تزعج المصلين وتشوش عليهم، إذا كانت معه يقفلها إلى أن تنتهي الصلاة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الكتب المفيدة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتب المفيدة ولله الحمد كثيرة، في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث والتفسير، وسائر العلوم النافعة الكتب ولله الحمد متوفرة.
وكثيرة، مثلا في الفقه المختصرات، نعم، المنظومة والمنثورة مختصرات في كل مذهب وهي معروفة، كذلك في الأصول أصول الفقه مختصرات، وفي علوم الحديث مختصرات، وفي النحو مختصرات، في التفسير والحديث أيضا كتب مختصرة كبلوغ المرام، نعم، وتفاسير المختصرة. الكتب كثيرة، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول ومنها المتن ومنها الشرح، ولكن الشأن في اختيار المدرس المعلم الذي يطلب العلم عليه من خلال هذه الكتب، لأن المدار على اختيار المدرس الناصح الفاهم الذي يستفاد منه في تحليل عبارات هذه الكتب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تتفضلون بتسمية بعض الكتب بأسمائها؟ نعم، مثلا في متن في المذهب الحنبلي متن الزاد، متن الدليل، متن العمدة، كلها مختصرات مفيدة. وفي الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، كذلك المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى في أحاديث الأحكام، وكذلك عمدة الأحكام للحافظ بن سرور المقدسي، وهي أحاديث من الصحيحين، هذه مختصرات في الحديث. وفي النحو الملحة والألفية، ملحة للحريري والألفية لابن مالك وروحهما، وقبل ذلك المقدمة الأجرومية، شرحها متن القطر وشرحه ابن هشام، كلها مختصرات مفيدة منثورة ومنظومة. في أصول الفقه متن الورقات لإمام الحرمين، هذا مختصر شروحه، روضة الناظر لإمام ابن قدامة وشرحه ابن بدران، هذا في الأصول. وفي علوم الحديث النخبة، نخبة الفكر ابن حجر، في علوم الحديث، وألفية العراقي في علوم الحديث، تدريب الراوي للسيوطي في علوم الحديث، كلها كتب مفيدة مختصرة. ولكن الشأن كما ذكرنا في اختيار المدرس الذي يوضح هذه الكتب للطالب. بالنسبة للتفسير ما ذكرتم؟ تفسير ابن كثير قريب التناول، وهو موثوق، وتفسير يشتمل على علم غزير في علم التفسير، لأنه يفسر القرآن بالقرآن، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها القرآن، فهو خلاصة طيبة من التفاسير المعتمدة. ذلك تفسير البغوي، محي السنة الإمام البغوي رحمه الله، كتاب جيد، تفسير مختصر وموثوق من جهة العقيدة على مذهب السلف. كذلك تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كلها تفاسير جيدة وتفاسير مفيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: ما هي حقوق المسجد على المصلين؟ المسجد بيت من بيوت الله عز وجل، له آداب ينبغي مراعاتها، وذلك بتنظيفه وتطهيره وإزالة القاذورات منه وتطييبه بالطيب والبخور، وكذلك الجلوس فيه وانتظار الصلاة فيه، تلاوة القرآن، ذكر الله تعالى فيه، صيانته عن الكلام في أمور الدنيا، وكذلك صيانته عن الإنشاد الضالة والبيع والشراء، كل هذا يصان عنه المسجد، صيانته عن الروائح الكريهة، فلا يدخل الإنسان المسجد وفيه رائحة كريهة كرائحة الثوم، رائحة البصل والكراث، أو فيه عرق في جسمه له رائحة، بل يتنظف و يزيل هذه الروائح ويتطيب عند قدومه للمسجد، كل هذا من آداب المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل: ما هو الأفضل، إطالة خطبة الجمعة أم قصرها، وما فائدة الخطبة إن لم تهم المصلين؟ خطبة الجمعة لها شأن عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويحث على تقصيرها وتطويل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. لكن هذا القصر يكون مع الاستيعاب، تكون الخطبة مركزة فيها ما ينفع المستمعين ويذكرهم بالله ويعظهم، وفيها أيضا ما يعلمهم أحكام دينهم، ويبين لهم الأخطاء التي تقع منهم،
تنبيههم على ما يحصل منهم من أخطاء في العبادات والمعاملات والآداب وغير ذلك، لأجل أن يستفيدوا منها ويخرجوا منها بفائدة، مع الاختصار والإيجاز والجزالة في الألفاظ، وكذلك حسن الإلقاء ورفع الصوت بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته حتى تحمر عيناه عليه الصلاة والسلام، ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يجب أن تكون الخطبة خطبة حية واعظة معلمة مشتملة على ما يحتاجه الحاضرون من التوجيه والتنبيه والتعليم، لا أن تكون الخطبة مجرد كلام أو حشو من الكلام، أو تكون الخطبة أيضا لا يراعى فيها طابع الخطبة الشرعية، فلا تكون الخطبة مجرد أو موضوع إنشاء، وإنما تكون الخطبة موضوعا علميا مفيدا. هذا هو المطلوب من الخطب، بما يحرك القلوب ويعظ الناس ويحببهم إلى ربهم عز وجل ويخوفهم من عقابه، ولا يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم ومعاملاتهم. هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت باسمها بالحروف ها عين، تقول: من عادتنا وتقاليدنا أن البنات لا يتزوجن من رجال خارج العائلة، فالبنت عندنا تظل إذا لم يتقدم إليها ابن عمها وابن خالتها أو قريبها إلى أن تصير عانس. نرجو من فضيلتكم التكرم وإلقاء النصيحة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. هذا موضوع لا يجوز البقاء عليه، وهو تحجير الفتاة من الزواج إلا من أقاربها أو من بني عمها، بل الواجب أن تزوج بالكفء الذي يصلح لها وترغب فيه ولو لم يكن من أقاربها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. المهم أن تزوج الفتاة عند بلوغها وحاجتها للأزواج، أما أن تمنع حتى يتقدم إليها أحد من أقاربها، هذا هو العضل المحرم، هذا هو العضل المحرم المنهي عنه شرعا، لأنه يفوت على الفتاة المسكينة زهرة عمرها وشبابها، ويفوت عليها الخطاب الأكفاء، ويعرضها للبقاء بدون زوج، وفي النهاية قد تتزوج من لا يصلح لها. ولا يجوز تحجير الفتاة على بني عمها أو أقاربها، ربما يكون لا يصلح لها ولا تصلح له، فالمدار على من فيه الكفاءة لها والخير لها ولو لم يكن من بني عمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم قص بعض من الشعر وليس تقليدا وإنما للزينة. الأولى لا يقص الشعر للزينة، وإنما الزينة في بقائه وتنميته وإصلاحه، هذا هو زينة المرأة. أما قصه فهذا ليس فيه زينة، وإنما فيه تشويه وتقليد للأجانب. جزاكم الله خيرا. تقول: حينما أكبر وأشرع في الصلاة أبدأ بقراءة الفاتحة، حينئذ تنوبني هواجيس ووساوس ولا أدري ماذا قرأت، أضطر إلى رفع صوتي بقدر الإمكان، فما حكم ذلك؟ لا تلتفتي إلى هذا الوسواس ولا تهتمي به، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة، ثم تقرأين الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين، ولا تلتفتي إلى الوسواس، لأنه يشوش عليك الصلاة وربما يزيد عليك ويحيرك. استعيذي بالله من الوسواس ومن الشيطان ولا تلتفتي إليه، امضي في صلاتك وقراءتك ويزول عنك إن شاء الله هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت بتوقيع أحد الأخوة، يقول: أخوكم في الله شين سين عين مصري ويعمل في الدمام، يقول: أعرفكم يا فضيلة الشيخ أنني شاب تائب إلى الله، وعمري الآن في 22، ومنذ سنتين تقريبا ارتكبت معصية وندمت كثيرا على ما فعلت، واسأل الآن ماذا أفعل، جزاكم الله خيرا. عليك بالتوبة، توبة إلى الله والمبادرة بذلك، وأن لا تعود إلى الذنوب والمعاصي، بل عليك بالاستقامة على الطاعة، فعل الطاعات من واجبات ومستحبات، ترك المحرمات والمكروهات، عليك بالمحافظة على طاعة الله والابتعاد من معصية الله، مع سؤال الله عز وجل أن يثبتك على الدين وأن يعينك على الطاعة والاستقامة، وبذلك تصلح أمورك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن دعاء النوم. الدعاء عند النوم كما جاء في الأحاديث أن تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، وأن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن
تقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وعليك أن تراجع كتاب الأذكار للإمام النووي، فإنه يبين لك الأذكار التي تقال عند النوم والأذكار التي تقال عند الانتباه والأذكار الموظفة في الأحوال والأوقات المخصوصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.